قد يكون وند، قد يكون الوند إذا عندي أي إنفكشن داخل الجسم. أحيانا يورين لا، النكاب معقم ونشتغل به. أوكي، فالمفروض الشغل أبو المختبر اللي إيش حيكون، حيجي يزرع اليورين أو يزرع الستول أو يزرع الوند، يزرع على بكتيريا على ميديا خاصة، قد تكون جرام بوزيتيف، ميديا خاصة الجرام، ميديا خاصة الجرام بوزيتيف، ميديا خاصة الجرام نيجاتيف، أو تحتاج إلى سبيشال ميديا يزرعها ينميها حسب ظروف التنمية، 24 ساعة و 72 أو 48، تحتاج هواء يوفر لها كل شيء ينميها. من يجي ينميها باليوم الثاني حيبدي يشتغل، حيسوي لها سلايد ميكروسكوبك، يسوي لها جرامستين، ويبجي يبدي ورا ما يشخصها طبعا يبدي يسوي لها الانتي بايوتيك ريسيست. الانتي بايوتيك ريسيست عندكم اكثر من طريقه، هذه الطرق الموجوده بس عاده يستعملوها بالمستشفيات، هي طريقه الانتي بايوتيك ريسيست. الانتي بايوتيك هنا أنا ابو المختبر هو حل على التشخيص، حيطلع البكتيريا بالسلايد ميكروسكوب وبالجرام ستين، وهو التيستات البقيه البايو كيميكال تيست اللي حتاخذوها المختبرات القادمه. ورا ما يشخصها كلها، ورا ما يعني اللاب دايجنوزس كله يخلص، يلا ينتهي بهاي الخطوه. انا هاي الخطوه كل سنه بس ما اعرف، سبحان الله، لانه الكلام الصحيح ما يسمع بالعراق، بس الكلام الخاطئ. المفروض ينتهي مختبر الميكروب هذا، غير نمشي بالسيرلون قموز، إذا قبل ضع الحسبة، هذا المفروض آخر مختبر تأخذه، بس إحنا دائما نأخذ بداية السنة، شلون ما أعرف. أوكي، هذا آخر شيء من اللاب دايجنوزيز. مو عندكم كلينيكال وعندكم الجنرال، كل محاضرة تأخذون جنرال كاركتر، تأخذون الكلينيكال فايندينج مالتها، تأخذون الباثو مالتها، تأخذون أنتي بايوتيك سنسيتيف، شخصتها البكتيريا هسه. آخذ طخة خفيفة شخصتها، أنه أعرف مثلا هذه ستريبت أو ستاف أو شنو عندي، أجي أزرعها على ميولر هنتون أجر، هذه حتى لا أجلطها. الميديا تشوفون اللوب مالتي طبعا، قبل ما لازم أعقم اللوب، أعقم اللوب أبرد، يلا آخذ البكتيريا. حتى ليس الخطأ أبرد، لازم أبرد حتى لا أقتل البكتيريا، وأنا قبل دا أسوي أنتي بايوتيك وأني أصلا قاتلتها البكتيريا. أوكي، طخة خفيفة وأجي أزرعها قريب يم النار. ما ينفعني ستريكينج الزقزاق، ليش؟ لأنه حتى قدر الإمكان أريد أفرش البكتيريا مالتي حتى أقلل الكونستريشن مالتها، حتى أشوف الأنتيبايوتيك ده يشتغل عليها تمام لو ما ده يشتغل. فبنفس الوقت هذه الطريقة اللي هي طريقة الحصيرة من الزرع، نسميها حصيرة، ليش؟ حتى أخفف الكونستريشن، وبنفس الوقت حتى يكون عندي أوسع مجال من النمو البكتيري، عفوا من النمو البكتيري، حتى وين ما أخلي الديسك مال الأنتيبايوتيك يكون شغال وفعال. أوكي، تشوفون دا أزرعها أكثر من مرة، دا أسوي لها ستريكينج أكثر من مرة حتى أخفف الكونستريشن، وبنفس الوقت حتى قدر الإمكان تكون خطوط متقاربة من بعضها، حتى وين ما أخلي الأنتيبايوتيك هو يكون شغل تمام. شوفوا هسه أعقم اللوب مالتي حتى أرجع كل شيء، شوفوا ورايا واضح، أعقم اللوب أرجع على المكان أبدي أشتغل. الأنتي بايوتيك طبعا يكون بهالشكل. طبعا أول مختبر من يشخص البكتيريا يعرف شنو الانتيبايوتيك اللي حيخليه، اول بمختبر كل بكتيريا هو يعرف شو يخلي لها، جماعه جرام بوزيتيف شو يخلي لها، جماعه جرام نيجاتيف شو يخلي لها، الميديات الخاصه شو يخلي لها، وحتى جماعه الجرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف يعرف شو يخلي للستريف، يعرف شو يخلي للشتاف، يعرف يخلي شو يخلي للكلوستريديا، يعرف شو يخلي لجماعه السالمونيلا، يعرف شو يخلي لجماعه الشيجيلا، وحتى من مو بس يعرف وانما يعرف الايكولا مثلا الماخوذه من البيشن اللي طفل عمره 7 سنين او اقل، مو مثل الايكولا الماخوذه من اليورين اللي انه
الأعمار البالغة، لأنه الإيكولاي أبسط شيء تكون باثوجينك بالأطفال، لكن إنها عادية تكون نورمال، مو ما تأثر بينا. فيعرف هاي السوالف كلها شي يسوي هذا الانتيبايتيك، خلاص الانتيبايتيك تكون جاهزة إلى عقم الفورسبس. طبعا مو كله، ما يحتاج كله، لأن بس الحافة. ليش عقمه؟ حتى يا أما كحول يا أما على اللهب مباشرة. بالمستشفيات يستعملون اللهب لأنه راد لهم لوريات من الكحول، فيستعمل الفورسبس أوكي حتى لا يلوث الانتيبايتيك. شوي يزحف، احول احركها للخارج، ملابسه مناظري، يرفعها كي يفتحها الشغله هنا، انا يخليها ما يخليها بالحافه، لان اريد اشوف الانتيبايوتيك ريسيست غير او سنسيتيف ماته. خليها ثبتها بهالشكل، طخه خفيفه، تشوفون طخه خفيفه حتى لا يوقع على القرش، بس من يطخها طخة خفيفة حتى لا يوقع القرص وحتى لا أنبتها بداخل الميدي، لأن ما يشتغل، لأن البكتيريا ما تنمو على السطح عافية. هاي مو فنقص داخل هذه، فحتى استفاد من الشغل مالتي. لا ما تضغطي، لأنه إذا ضغطي حتى لو ضغطي بقوة بخفة، المهم ما يكون داخل الميديا، يعني ما تخلي داخل الميديا أوكي. ولهذا واحدة من الطرق بالديليوشن يثقبها للميديا، يثقبها ويمليها بالسوليوشن مال الانتيبايوتيك حتى يشتغل ويا السطح اوكي اسده. وهذه يشتغل كلها، هذه يزرعها يجي مثلا، خل نفرض هذا غير نوع من الانتيبايوتيك، نوع ثاني اوكي، نفس الشيء يجي عقم يرفعها نفس الشيء، من يجي يخليها على بعد مسافة على مود الانهيبيشن زون، ولا يخليها يم الأطراف نفس الشيء حتى يقرأ الانهيبيشن زون. الانهيبيشن زون هذه كلها يمليها بالانتيبايتك المناسب طبعا، وكل انتيبايتك بكونستريشن معين حتى يعرف عليها كونستريشن يشتغل، ويحضنها 24 ساعة ويجي اليوم الثاني يقرأها. من يجي يقراها كل شيء، هذا شغل مال الطلاب. شوفوا لنا من الصينية الثانية.